في أول مباراة ودية تخوضها عناصر جمعية شلف خلال تربصها الصيفي المقام حاليا بتركيا، فاز أشبال المدرب إيغيل مزيان على نادي جالاسو التركي بنتيجة 4-0. أشلف أحكمت سيطرتها على فترات اللقاء، وكان نور الدين دهام صاحب أول هدف في المباراة بعد عمل جيد نجح بتسديدة قوية من إسكان كرته في الشباك. الهدف الثاني جاء تقريبا بنفس الطريقة ومن نفس اللاعب الذي وقع الهدف الثاني في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم أشلف بثنائية نظيفة. أما المرحلة الثانية فقد تراجعت في البداية فيها وتيرة اللعب، لكن الربع ساعة الأخيرة عرفت ضغطا شديدا من شلف ترجمه الوجه الجديد نيت يحيى بهدف ثالث قبل أن يتمكن مسعود من توقيع الهدف الرابع بعمل جيد ومنسق. النتيجة كادت أن تكون أثقل لو عرف مسعود كيف يحول ركلة الجزاء التي أتيحت له إلى هدف، لينتهي اللقاء بفوز عريض للشلف في انتظار ثاني موعد ودي يوم الثلاثاء أمام المنتخب الكويتي.